الإمام علي صلوات الله عليه لما ضربه عدو الرحمن ابن ملجم المرادي، أوصى ولديه الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، إلى آخر وصيته صلوات الله عليه. أوصيكما بتقوى الله أي الخوف منه، وأن لا تبغي الدنيا. شنو يعني وأن لا تبغي الدنيا؟ وأن لا تبغي يعني أن لا تطلبون الدنيا متجاوزين الحد. البغي تجاوز الحد، لا طلب الدنيا، لأنه طلب الدنيا مشروع بالمعقول. الإمام صلوات الله عليه يقول لولديه: وأن لا تبغي الدنيا، يعني أن لا تطلب الدنيا متجاوزين الحد، يعني فوق الحد، فوق الطلب المعقول. وإن بغتكما، وإن طلبتكما فوق الحد، وإن عرضت عليكما الدنيا مفاتنها. الإمام صلوات الله عليه يقول لولديه: أوصيكما بتقوى الله، الخوف منه، وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، إلى آخر كلماته صلوات الله عليه. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com.